أتمنى تكون تابعت معايا في كل الفيديوهات اللي فاتت في الخلايا الدلفانية والتطبيقات والمسائل. من الحصص اللي جاية ديت هنكون بناخد الخلايا التحليلية، هناخد الخلايا التحليلية بالشرح بتاعها، وكمان هناخد التطبيقات وناخد المسائل بتاعة قوانين فاراداي. بنكمل مع بعض كده في التطبيقات، واحنا كده اتكلمنا عن الطلاء واتكلمنا عن استخلاص الألمونيوم. هناخد مع بعض دلوقتي آخر حاجة لينا في التطبيقات بتاعة تنقية المعادن من الشوائب. ولو فاتك أي حلقة من حلقات الباب الرابع ارجع لها مرة تاني، حاول تسمع الفيديوهات، اسمع مرة واثنين وثلاثة وارجع حل بنك الأسئلة، هتلاقي الدنيا اتظبطت معاك. وإن شاء الله في المراجعات هيكون لنا خطة خاصة بالمراجعة هنكون بننبه عليها في نهاية الحصة. تعالوا كده نشوف مع بعض استخلاص أو تنقية المعادن. احنا كده خدنا الاستخلاص وخدنا الطلاء، هناخد دلوقتي تنقية المعادن. ليه احنا بننقي المعادن ومين المعادن اللي بنقيها؟ قال لي المعادن اللي بنقيها مثلا هناخد معدن زي معدن النحاس، النحاس اللي هو سيو. معدن النحاس ده بيحتوي على شوائب. طب والنحاس ده يا شباب وبنات مش ده اللي بنستخدمه في اسلاك الكهرباء؟ علشان مثلا كل الاسلاك بتاعه الكهرباء معموله من النحاس. في شوائب موجوده في النحاس يا مستر، اللي هي بتخلي النحاس الاسلاك دي بتسخن، الاجهزه الكهربائيه دي بتسخن ليه؟ لان فيها شوائب جواها، اللي خدتها في الفيزياء اسمها المقاومه، الممانعه التي يلاقيها الطيار اثناء مروره في موصل. الممانعه دي كان من ضمن العوامل بتاعتها ان في الاسلاك بتاعه النحاس بيها شوائب. الشوائب دي زي مين؟ زي الحديد، زي الخرصين، زي الذهب، زي الفضة. والشوائب دي بتعمل ايه؟ بتقلل من قابلية التوصيل الكهربي. وعلشان كده احنا لازم نعلي الجودة بتاعة النحاس، علشان كده لازم ننقي النحاس منين؟ من الشوائب. يبقى ممكن يجي لك سؤال يقول لك عن اللي ما يأتي، تستخدم عملية التحليل الكهربي للنحاس الذي درجة نقاوته 99%. ليه؟ هقول كده لتنقيته من الشوائب. زي مين؟ زي النحاس، زي الحديد، زي الخرصين، زي الذهب، زي الفضة، وعلشان استخدمه في صناعة الأسلاك الكهربية. تعال فكر معايا كده في تنقية المعادن. هتكلم كده عن تنقية المعادن. رقم واحد، انت عايز النحاس اللي فيه شوائب، اللي هو مين الشوائب؟ ايوه معايا كده، حديد، خرصين، فضة، ذهب. انت عايز تنزل الشوائب اللي فيه. طب يعني ايه عايز تنزل الشوائب؟ انا عايزه يدوب ولا يترسب عليه؟ برافو عليك، هيدوب. طب يبقى اذا رقم واحد، انا هخلي النحاس الغير النقي، النحاس الغير النقي قطب موجب. طب يعني ايه قطب موجب؟ يعني هو الانود، يعني اللي بيحصل عنده اكسده علشان يدوب منه، فاذا ادي موجب. طب رقم اتنين، هجيب سلك تاني من النحاس، بس ده نحاس نقي، اوصله بالقطب السالب علشان يعمل ككاسود، علشان يتجمع عنده كل النحاس النقي. رقم ثلاثة، احط الاتنين في محلول كبريتات النحاس، يبقى اذا محلول الكتروت اسمه كبريتات النحاس. رقم اربعة، هنمرر التيار الكهربي. لما نعدي التيار الكهربي، يلا مين فاكر كده يحصل تحليل؟ يعني ايه تحليل؟ يعني هفصل مكونات المحلول الالكتروليتي اللي هو سيو موجب 2 واسو فور سالب 2. طيب يبقى زي ما دلوقتي انا قلت، يلا اللي صح معايا، اول حاجه انا قلت مين؟ النحاس الغير النقي بوصله بالموجب علشان يتاكسد، والنحاس النقي بوصله بالسالب علشان يحصل عنده اختزال. رقم ثلاثة، حطيت الاثنين في محلول كبريتات النحاس. رقم أربعة، مررت طيار كهربي. رقم خمسة، كبريتات النحاس اتفكت، ادي سيو اسو فور لأيونات نحاس وأيونات كبريتات. تتجه الأيونات للأقطاب المخلفة حيث تتعادل شحنتها. أيونات النحاس الموجبة تروح واخدة بعضيها وتروح عند الكاسود، ويحصل عند الكاسود اختزال لأيونات النحاس ويتراكم هنا في لز النحاس. يبقى إذا آدي النحاس هيبقى مركز تجمع النحاس النقي هنا. طيب الكبريتات يا شباب، الكبريتات أنا سمع حد يقول لي يا مصر هتروح عند الأنود عشان دي سالب ويحصل لها أكسدة، الأنود يعند معاها ما يرضاش أكسدة، ويحصل خناقة كبيرة ما بين الكبريتات والساق. ليه؟ الكبريتات عايزة تتأكسد والساق مش راضي إن هي تخليها تتأكسد. ليه؟ لأن أنت يا كبريتات جهد أكسدتك بيكون صغير، والأنود بيأكسد اللي جهد أكسدته كبير، وأنت أكسدتك صغير فما ينفعش أكسدك.
فتروح الكبريتات واخده على خاطرها وتروح راجعه في المحلول، الانود ما ياخد بخاطرها كده ويقولها خلاص ما تزعليش انا هتاكسب بالنيابه عنك. الانود ده يا شباب مش نحاس، وفي شوائب. النحاس يتاكسد يتحول لايونات نحاس ويفقد الكترونات، وايونات النحاس تنزل في المحلول مكان ايونات النحاس اللي راحت. طب والحديد يتاكسد ويتحول الى ايونات حديد. طب والخرصين، الخرصين الزيرو اللي هو زاد ان ده هيروح متاكسد ويتحول الى زاد ان موجب 2 زائد 2 الكترون. يبقى انا كده اتكلمت عن ان الكبريتات راحت عشان يحصل لها اكسده، الانود ما رضيش ياكسدها. طيب بعد كده قلنا راحت النحاس نفسه حصل له عمليه اكسده وداب ونزل مكان ايونات النحاس. طب والحديد والخرصين داب وتحولوا لايونات حديد وايونات خرصين. طب وانا لسه عندي فضه وذهب، قال لي اه ده شوائب الفضه وشوائب الذهب دي لو وجدت، يعني لا بيكون نسبتها قليله جدا في النحاس، فلو وجدت تروح نازله هنا. يبقى اذا الفضه والذهب يروحوا نازلين في المحلول، ليه يا مصر مش هينزلوا في المحلول؟ ليه هم مش هيتاكسدوا ليه؟ اه لان دول هينزلوا بقى ويتساقطوا عند اسفل الانود ثم تزال من قاع الخليه. ليه بقى هي ما بتدوبش؟ طبعا دي ما بتدوبش في المحلول عشان ما بتتاكسدش، جهد اكسدتها صغير جدا، لان دول في المتسلسله اللي فاكر معايا المتسلسله كانوا تحت الهيدروجين فضه وذهب ونحاس، فاذا الفضه والذهب والنحاس دول جهد اختزالهم صغير جدا، وادام جهد اختزالهم صغير فدول مش هيدوبوا. والحاجه الثانيه وادام مش هيدوبوا يبقى صعوبه اكسدتهم بالنسبه لذرات النحاس والحديد والخرصين علشان كده بيتفصلوا. يبقى انا كده فصلت الفضه والذهب نزلوا تحت الانود اهو، والحديد والخرصين اتحولوا لايونات، والنحاس اتحول لايونات نحاس. ايونات النحاس الموجبه دي اساسا بتروح عند الكاثود عشان يحصل لها اختزال. طب وايونات الحديد مش موجبه؟ طب وايونات الخرصين مش موجبه؟ ايونات الخرصين وايونات الحديد بصوا على نفسهم، طب ما احنا ايونات حديد موجبه وايونات خرصين موجبه والنحاس الموجب واخد بعضه رايح عند الكاثود، طب ما نروح احنا برضه عند الكاثود، ما حدش احسن من حد، كل اللي ايوناته موجبه رايح عند الكاثود. فدول في الزحمه وفي الزيطه اللي هم الخرصين الموجب والحديد الموجب واخدين بعضهم ورايحين عند الكاثود عشان يحصل لهم اختزال. الكاثود واعي مش بيختزل اي حاجه، فالكاثود يقول لهم لا اكسد النحاس ماشي، لكن اختزل النحاس ماشي، لكن اختزلكم انتم لا، لان انتم اختزالكم بيكون صغير فما ينفعش اختزلكم، فيروحوا راجعين في المحلول. فانا كده حولت النحاس اللي 99% يا شباب ويا بنات الى 99.95%، يبقى انا كده عملت التنقيه بتاعه النحاس. فلو جالك سؤال علل اللي ما ياتي، اهميه تنقيه النحاس اللي هو 99% من الشوائب ليه بنقيه؟ هقول كده للحصول على نحاس درجة نقاوته 99.95% يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربية، بالإضافة إلى إمكانية فصل بعض العناصر النفيسة منه زي مين؟ زي الذهب وزي الفضة من خامات النحاس. بكده يا أولادي أنا كده خلصت معاكم الباب الرابع، وإن شاء الله الوقت اللي جاي هنكون بنعمل خطة للمراجعة، فتابعوا معايا علشان يوصلك كل جديد، وحاول بقدر الإمكان تذاكر الباب، لو في حتة ما فهمتهاش ارجع لها مرة تاني وذاكرها واسمعها وحل عليها، هتلاقي الدنيا تتظبط معاك بإذن الله. الحصه بتاع النهارده اتمنى انتوا تكونوا استفدتوا وقدرتوا تركزوا معايا في الشرح بتاع الحصه بتاع النهارده، حتى لو كانت صعبه شويه بس انا عارف قدراتكم، طلاب ماكسول عندهم امكانيه ان هم يكونوا بيتابعوا معايا. الحاجه الاولى اسمع الفيديو اكتر من مره، الحاجه الثانيه حاول تتدرب على الاسئله في كشكول بنك الاسئله، ولو عندك اي سؤال او اي استفسار خاص بالحصه ممكن تبعتها له واحاول اكون متواصل معاكم. وان شاء الله كده اتمنى ليكم وقت كويس تكونوا بتذاكروا فيه وتحصلوا فيه كل الحاجات اللي وقع منكم ماكسو في الكيمياء. اتمنى ليكم وقت طيب.